السلام عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي، يعني في هاد العواشر والله يفرحكم ويعطيكم ما نويتو يا ربي. اليوم غنقدم لكم واحد الحريرة غادي تعجبكم، زوينة ولذيذة بزاف بزاف بزاف، والمكونات ديالها كلهم زعما صحيين زعما شي حوايج اليوم غادي يعجبكم. هاد الحريره هادي انا بالنسبه للحوت اللي كيبقى ليا العضومه ديالو كتبقى فيهم شويه ديال الهضره ديال الحوت، ما كنلحهمش كنخليهم وكنستعمل منهم هاد الحريره هادي. راه صدقوني ملي غادي ديروها والله الا غتجي رائعه اكثر من رائعه. كنحتاجوا فيها 4 ديال المرنات، غنخليهم بالراس ديالهم لان هذا العضومه والريوسه هما اللي كيطلقوا ديك البنه في الحريره. تقريبا 4 ولا 3، 4 ديال المرنات، وهذا اي نوع من الحوت البيض، مهم اي نوع، ما كاينش هذا ما متوفرش، ديروا غير 4 ديال المرنات ماشي ضروري. وغير شويه ديال الكروفيت، وعندي ربطات ديال الكرافس فيها ربطه ديال المعدنوس والقزبور والكرافس، وواحد الثومه فص ديال الثومه تقريبا، 4 ديال المطيشات هنايا، هنايا عندي جوج ديال البطاطات كبار متوسطين في الحجم ديالهم، المهم ما كبار ما صغار، وجوج ديال الكورجيتات نقيين، وجوج ديال الخزويات كبار، وبصله واحده مشلضه مضروبه على 4 لان كلشي هادشي غيطحن ما عدا الحوت غادي نحيدوه. 4 هادي مضروبه على 4، وشويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحب، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الفرماجه ديال التزيين، والماء ديال الكروفيت. بالنسبه للقشور ديال الكروفيت انا ما غاديش نعمر عليها بالماء ديال الحريره هادي، غنعمر عليها بالماء ديال القشور ديال الكروفيت. كنشدو دوك القشور ديال الكروفيت كنرميهم في الماء، كنخليهم حتى يغلى داك الماء مزيان مزيان، تقريبا نقول واحد 20 دقيقه هكاك كنهز داك الماء، هذاك هو باش غنبلل ان شاء الله نعمر الحريره ديالي. وشويه ديال زيت العود هادي العطريه ديال الحوت انا اللي صوبتها، ولا بغيتو تعرفوا كيفاش ان شاء الله نصوبها معكم في شي فيديو. هذه العطريه ديال الحوت مخلطه. واش مازال صافي ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرها غنخوي داك زيت العود ديالي هنايا، غنخويه غندير البصله ديالي، غندير كلشي ديريكت لان كلشي اش غيطحن غندير، والتقطاع ماشي اي تقطاع ماشي ضروري يكون قاد لان كلشي اش غيطحن. عندي الكورجيت ديالي، عندي البطاطا، غندير ديك المطيشة، دوك الطراف ديال المطيشة، ديك الحزمة ديال القزبور ومعدنوس والكرافس، هما تما غنديرو هنايا، والثومة ديالي تاهي غنرميها، ورقة سيدنا موسى هاهي حطيتها تاهي هنا، معلقة ديال مطيشة الحب. شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، داك الحوت غنحطو فوق ديك الخضر. بسم الله بغينا نوعو شويه من ديك الحريره حامضه والحريره بيضاء والحريره بسميده، ونديرو شويه ديال الحريره ديال الحوت نصفهم بحال هكا. معلقة ديال التوابل ديال الحوت، بالنسبة للكروفيت ما عرفتش نديرو دابا حتى من بعد غادي ندير. دابا غادي ندير الماء، الماء ديال الكروفيت غنعمر عليها الماء تقريبا، نديرو شي انا معايا عندي هادي كبيره نقدر ندير اي ترونس تقريبا ولا كتر كاع، نقول انا تقريبا 2 لتر لان عندي الكميه كثيره، 2 لتر تقريبا. دابا غنسد عليها ان شاء الله طيب ليا طيب ونوريكم كيفاش غندير ليها ان شاء الله.
ونمشيو باش نصاوبو الحرشه اللي وجدنا اللي قلت لكم خصها تبقى ترتاح شويه. ويلاه معايا المقادير ديال الحرشه هما هادو. هنا كيلو لاروب تقريبا، المهم اللي بغيتو القياس اللي بغيتو، وقبصه ديال الملح، شويه ديال الملحه، واحد الخماره، خماره حمراء، وجوج معالق ديال سنيده، وغنبسبسوهم شويه ديال الزبده والزيت، تقريبا كاس. تدخل ديك الزبده والزيت فهاد السميده هادي، هادي السميده رقيقه. غنديرو هكا تا ندخلو هاد الزبده والزيت مزيان ديك السميده ديالنا، نكملو هادشي باقي. غنخليوها ترتاح شويه حتى يوصل تقريبا وقت ديال الفطور، وغادي نعجنوها جميع. تابعوا معايا المراحل كامله. بيدو تنسموها بشي حاجه، نسموها بحال الفاني، هذه ساشي ديال الفاني، ولا القشور ديال الحامض، ولا ديال الليمون، اللي بغيتو تنسمو بها ديروها بالنسمه اللي بغيتو. المهم انا غندير هكا وغنخليها واحد المده ترتاح، من بعد غنرجع معكم باش نوريكم التتمه ديال الحرشه. خليوها 4 د السوايع ولا 5 د السوايع، المهم قد ما خليتوها ترتاح شويه كتكون مزيانه. انا دابا غنخلطها بشويه ديال الماء اللي غيكفيني، المهم تكون شويه هي اللي غتشرب هذا الماء هذا. ما نعجنوهاش، غنخلطو. شدي انت دقيقه ديالي خويتي، نقول لك حبسي. اخويا هنا نسيت ما قلت لكم، غندير واحد شويه ديال الساشي ديال الخميره، ديال شويه صافي، وغادي نخلط. صافي حبسي، زيدي واحد شويه شويه. واخا تبان لكم هكا راه غادي تشرب هذا سميتو هاد الماء هذا، زيدي باقي واحد شويه. غنخليها تقريبا واحد هكا 14 ولا 15 دقيقه تشرب هذا. غنخليها شويه ترتاح هكا شويه، ومن بعد غادي نعجنها معكم في ديك المقله الثقيله، وغتشوفوا الطريقه ديالي. دابا ملي طابت ليا طاب داك الحوت وطاب ديك الخضره، غنحيد هاد الكشكشه اللي كتكون شويه من الفوق، غنحيدها غير بشويه ونطحنها ونرجع معكم ان شاء الله. غنطحن هذيك الخضره كلها وديك الحوت اللي حيدتو، من بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. يعني دابا غندوزو في الصفايه، ملي طحنت داكشي كلشي غندوزو دابا في الصفايه ونعاود نرجع على البوطه، وانتوما معايا ما تمشيو فين. هاي دابا رميت فيها داك الكروفيت وديك ديك الميرنا، ها هو خليتهم شويه، ومن بعد غادي ندورها تقريبا بجوج معالق ديال الدقيق، تقريبا جوج يا معالق ديال الدقيق يا مايزينا، ورجع معكم باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. هاي شويه ديال الربيع
وغنطفي عليها واحد شويه. اذا ديالنا انا شربت داك الماء غادي دابا نمشي نطيبها ومشيو معايا. يلاه غادي نديري بشويه ديال الزيت وغنرش عليها شويه ديال السميده وغادي نجي نعجن هذيك الحرشه فوق هنا. دابا غنكرص هذيك الحرشه ديالي فوق هذه المقله الثقيله وكنقادها من الجناب بشي معلقه شي جوع. كل واحد كيبان اللي كيبغيها غليظه يخليها غليظه، اللي بغا تكون رقيقه شويه يخليها شويه رقيقه شويه. انا هو القياس، هذا هو القياس اللي كندير انايا في الحرشه ديالي. غنقادوها من الجناب ونقصوا عليها ونخليوها طيب على خاطرها ونرجعوا معكم. ها هي الحريره ديالنا منين طابت، ها هي مع دوك الطريفات ديال الحوت ودوك الكروفيت اللي لحت فيها. ها هي كي كتجي زوينه صدقوني، جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. والا بغيتو ديروا فوق منها شويه ديال الفرماج تقدروا ديروا فوق منها شويه ديال الفرماج بحال هكا، وبالصحه والراحه. وهالحريشه كطيب الحريشه ديالنا كطيب شويه، غادي نقلبها ان شاء الله. ها هي الحريشه ديالنا منين طابت، دابا نقطع لكم في الطبسين ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي الحريشه ديالنا، هي منين طابت غندير فوق منها شويه ديال العسل والزبده. الا بغيتو ديروا زبده انا درت غير العسل هنايا، كتجي زوينه مع شي بريري داتاي وبصحه فطوركم. الله يقبل صيامنا كاملين يا ربي، امين. وبسلامة عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تشجعوني على القناة يا ربي يعني. وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي. وبسلامة عليكم، خليت لكم الراحة. سلامة.